السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحبابنا وأصدقائنا مرحبا بكم. موضوعنا اليوم هو كيفية إعادة التزاوج مرة ثانية وبناء العش، وفي نفس الوقت فطم الفراخ. يعني حاجة سهلة أنك تحط الحاجز السلكي بين الذكر والأنثى والفراخ، هذا بعد 20 يوم بإذن الله. تحط الحاجز بيناتهم باش يواصلوا إطعام الفراخ من خلال الحاجز، وفي نفس الوقت يعاودوا يبنيوا العش كما راكم تشوفوا، يعاودوا يبنيوا العش ويعاودوا التزوج بطريقه سهله وما تطلبش فلسفه كبيره ولا تخمام ولا. المهم الفراخ قدموا لهم الغذاء بيض مسلوق، وهنا راني ندير انا خلطه دوار الشمس مع بذور الشوك، الماء والقريت، هذا ما كان خوتي، مواد التعشيش للأنثى. هذا الذكر يعني الجد إيزابيل أنتج الجيل الثاني كما راكم تشوفوا فيهم، في نفس الوقت الجيل الثالث مع بنته. الله يبارك، راهي بانية العش وراهي بالبيض، وراح يعاود التزاوج للمرة الثانية مع الجدة إيزابيل. الله يبارك ما شاء الله. اخوتي كاينه حاجه ثاني، لي باطون هذوما المجاثم تقربوهم للحاجز السلكي باش الانثى ولا الذكر يقدروا يوكلوا الفراخ تاعهم كيما راكم تشوفوا. هما راه في المجثم من الجهه اليسرى، وهذا المجثم تاع الذكر والانثى، يعني قربوهم الماكسيموم باش كي تجي توكلهم من خلال الحاجز السلكي. كاين ثاني شيء مهم نتكلموا عليه هو العش، لازم ترجعوا لها العش الاول تاعها، ما يمش يكون هو بصح نفس الاول. والفراخ حطوا لهم اي تعش، المهم يباتوا فيه وخلاص في الليل.